معانا نرد هنا جاب على الود، ده عايز ده معناه حاسة السمع. المفروض من الطفل ان يطلع كارت من ضمن الكروت دي بيعتمد على حاسة السمع. طيب البطيخ ده هيعتمد على حاسة السمع؟ لا. فراولة؟ لا. طيب طبلة؟ ممكن تعتمد على حاسة السمع الصوت. تمام شاطر. طيب ارمي تاني المال. الشم المفروض يجيب لنا حاجة يطلع كارت بيعتمد على حاسة الشم. الشم مثلا المكرونة دي ممكن تعتمد على حاسة الشم والتذوق، تنفع الاتنين، تنفع مع الشم تنفع مع الشم. طيب النرد التاني نشوفه كده، ده مثلا جاب لي الأذن والعين، ده معناه إن عايز حاجة ممكن تمشي مع حاسة السمع وحاسة البصر. إيه اللي ممكن يمشي مع السمع والبصر؟ أشوف الضوء. التلفزيون. فين التلفزيون؟ نشوف الضوء. المنبه ينفع برضه جنبك اهو. عربية الإسعاف. عربية الإسعاف، أي حاجة. التلفزيون اعتمد على السمع والبصر، بيشوف وبيسمع. تمام شاطر. طيب ممكن يعمل له حاجة تانية بقى نفس الحاجات دي، هطلع له الكارت ده واقول له هات لي حاجة تعتمد على الحواس دي، دي حاسة اللمس وحاسة الشم، حاجة بتعتمد على حاسة الشم واللمس مع بعض. ممكن ايه؟ ما هي الحرارة والبرودة، ده حرارة سائع سخن ويشمه؟ لا ما بيشمهش. دي لا دي ما تنفعش. اللمس والشم، ممكن الوردة. الورد ممكن استخدم في الورد حاسة اللمس وحاسة الشم، بمسكها بإيدي وبشمها وهكذا. شكرا.